كركر. مرحبا بكم مشاهدينا الاطفال، مشاهدينا الكرام، في الحلقه 44 من راكني صيام. ما هذا يا الهي، ما هذا؟ البرميل امامنا، هكذا ببطء ننطلق. مسافه ضيقه 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 للغايه ضيقه للغايه، ونتوجه الى الامام مباشره، لا بل الى الخلف. هكذا، ثم الى الخلف. المسافه ضيقه هنا، يجب ان نتوجه الى الامام بهذه الطريقة ثم إلى الخلف. نشاهد ماذا يوجد في الخلف، أين هو المسار. المسافة ضيقة للغاية، إذن هكذا إلى الخلف ثم إلى الأمام. هكذا إلى الخلف. إلى الخلف أيضا ببطء. ثم إلى الأمام. إلى الخلف. أي لمسنا البرميل، لا يهم، سوف نعيد مجددا. يبقوا معنا الأبطال، هم من يبقون إلى خط النهاية، لا يستسلمون، نحن لن نستسلم، سوف نبقى إلى خط النهاية. شاهدوا معنا. لم نلمس الفرامل. إلى الخلف قليلا. ثم إلى الأمام. هكذا مباشرة، إذن يجب أن نذهب هنا إلى الأمام. ثم إلى الخلف. هكذا بالمرة، نشاهد الخلف، ماذا يوجد في الخلف؟ لمسنا البرميل مجددا، لا يهم. آخر محاولة، المحاولة الثالثة. المسار ضيق، يجب التركيز. كيدنا نلمس، شاهدوا معنا. أخطر مسار لحد الآن. إلى الوراء. إلى الأمام. ثم إلى الخلف هكذا. ببطء. لا يجب أن نلمس البرميل مرة أخرى. إلى الخلف هكذا، ثم إلى الأمام. إلى الخلف. هل وصلنا؟ نعم وصلنا. شكرا على متابعة الحلقة، إلى اللقاء.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.